Zé Tavi. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بالنسبة للاهلاوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي 3 نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.